السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع سلسلة حلقات مبادئ علم الهارموني، واللي بسجلها مخصوص أو بسجلها حصريا لقناة الماستر محمد الفكهاني، ومعكم محدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع الأفلات الموسيقية. يعني إيه الأفلات الموسيقية؟ إحنا درسنا في الفترة اللي فاتت العلاقات الموسيقية الأولى بالرابعة، الأولى بالخمسة، والرابعة بالخمسة، وعرفنا قوانينها وقواعدها وأسلوب التصريف بتاعها. الأفلات الموسيقية بتتكون من عدة علاقات متتالية أو متسلسلة، والأفلة هي عبارة عن راحة، يعني بعمل مشوار وبعد كل فترة أريح. الراحة دي بتديني احاسيس ومشاعر مختلفه عندي، منها مثلا ما هي بتسمى الافله التامه. افله تامه، بحس ان انا انتهيت وارتحت وركزت. عندي افله نصفيه، تحس انها متوتره. فهي الافلات دي بتدي، عندي مثلا نوع تالت الافله البلاجال او الافله الدينيه، تحس ان فيها روحانيه، فيها كده جلال كده في الموضوع، يعني في روحانيه. طيب بتيجي ازاي التركيبه دي؟ هي عباره عن مشوار عده تالفات متسلسله، وبتنتهي بالقفله. القفله هتتحدد على اخر علاقتين، يعني انا بيبقى عندي مشوار من التالفات، ماشي عمال اعمل تالفات، اخر تالفين هم دول اللي بيسموهم القفله. اخر تالفين اللي هي القفلة أو نهاية القفلة. هنعمل النهاردة نموذج بيقول أولى رايحة لرابعة، رايحة لخمسة، رايحة لأولى. يعني الترتيبة لما تيجي أولى رابعة خمسة أولى، دي بيسموها قفلة تامة. هو ده التسلسل، لكن القفلة تحديدا فين؟ عند اخر تألفين. القفلة تحديدا فين؟ عند اخر تألفين. طيب نعمل تسلسل تاني، اولى نعكس، تاخد هنا خمسة الاول، وبعدين نرحل نخلي الرابعة هي اللي في الاخر كده، ونوديها الاولى تاني. لما تيجي رابعة رايحة الاولى، دي عندي اسمها قفلة دينية، ويسموها بلاجال. يبقى القفلة الدينية زي القفلة التامة مع اختلاف اخر التألفين دول، دي خمسة رايحة الأولى لكن دي رابعة رايحة الأولى. طب في مشوار تاني ممكن نعمله، اللي هو أولى رابعة خمسة، بس كده وقف على رابعة خمسة، يعني كانت نهايته رابعة خمسة، أو ممكن مثلا رابعة رايحة الأولى رايحة الخمسة. إيه ده؟ يعني في فرق بين الاتنين؟ في فرق في التألف ده، لكن هو الهدف هنا وقفت على إيه؟ يعني الهدف، لأن في ناس زي ما يقول لك القفلة النصفية لازم تكون رابعة رايحة خمسة، لا مش لازم الرابعة تكون رايحة خمسة. هو في تراديشنال هارموني دايما بندرس اولى رابعه خمسه، يبقى ده هو النصفيه، لكن لا، افرض انا عندي مشوار تسلسل عده تالفات وفي الاخر قفلت اولى خمسه، ايه تحسب ايه؟ نصفيه، هي قفله نصفيه. اذا الاثنين دول او اي تالف ثاني لما هندرس بعد كده عندنا التالفات الفرعيه، احنا دلوقتي بنتكلم على التالفات الاساسيه اللي هي الاولى والرابعه والخمسه، لكن لما ندرس بعد كده في تالفات فرعيه. المهم ان انا عندي طالما قفلت على خمسه فدي كلها اسمها قفله نصفيه. ودول طبعا في قفلات تانية لسه، وفي عندنا قفله الفيمينال اندنج، وعندنا قفله المفاجاه، عندنا انواع اخرى خالص، بس احنا هنهتم النهارده بالتركيبه دي او بالشكل ده. ارجو اذا كان عجبكم الشرح والفيديو نشترك في القناه ونضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا، محدثكم محمد الفكاهي، السلام عليكم.